في ناس بتسأل على هل هناك طريقة للوقاية من الحساسية الموسمية، نظرا لأن الحساسية الموسمية بتحدث في بعض الأفراد في تغيير الفصول. إذا أثناء تغيير الفصول ده بيحصل حاجة في تغيير الفصول بالنسبة للربيع، أشهر حاجة بتحصل في الربيع اللي هي حبوب اللقاح. هنمنع إزاي حبوب اللقاح؟ ملهاش وقاية. هو اللي بنقوله للمرضى دول زي المرضى التانيين، عند التعرض لهذه الفترة نرجو ان انت قبل الفترة دي تاخد علاج كمضادات للحساسية المختلفة قبل حدوث الفترة دي، تقوم تعدي بطريقة مخففة. احنا مش هنقدر نمنع حدوث الحساسية، انما نقدر نخفف اعراضها بحيث ان هي تبقى ماشية بدون ما تسبب تعب للمريض.